نقول أننا كلنا منسقون وأننا كلنا سهام المقريني وأننا كل أستاذ داخل ربوع هذا الوطن يتعرض للضيق ويتعرض للتمييز ويتعرض لشتى أنواع القمع من أجل كبح النضالات ديالنا كأساتذة، سواء الأساتذة الحاملي الشهادات العليا أو الأساتذة ضحايا النظامين أو أساتذة الزنزانة 10 أو الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. نقول بأن الأستاذ يعني لن يرضخ ولن يرضى بهذه القوانين الجائرة وبهذا الاكتساع المكتسبات ديالو اللي ناضلوا من اجلها الاجداد ديالنا والاباء ديالنا، من اجل مدرسه عموميه مجانيه لجميع ابناء المغاربه، ومن اجل الحقوق ديالنا اللي جاء هذا الظرف الوبائي ما غاديش يمنعنا من النزول الى الشارع وما غاديش يمنعنا من المطالبه بالحقوق ديالنا. الكرامه اولا، ثم الكرامه، ثم الكرامه، ثم الكرامه. لا نستجدي حوارا لا مع وزير التربيه الوطنيه ولا مع غيره. نحن نناضل من الشارع وسنظل في الشارع وسنواجه هاد المخططات التخريبيه ديالهم من اجل مدرسه عموميه لجميع ابناء المغاربه، ومن اجل الحق الشرعي لنا في الوظيفه العموميه وفي المناصب التحويليه وفي الحركه الوطنيه اللي هي حق كوني لجميع الاساتذه. فما بالك بانهم يقمعوننا داخل الجهات ويعتقلوننا داخل الجهات؟ كيف يمكن لهذا الاستاذ ان يمارس مهنته في هذا الوضع المتشنج؟ لذلك نقول لهم باننا ماضنا في اشكالنا النضاليه وباننا لن نتنازل قيد انمنا عن الحقوق ديالنا، واهم حق فيها هو الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه.